لو سمحتي ما هضربك هضربك ما تستخنش. احنا حلو بينهم من الاخر. حلو بينهم من الاخر يا راجل. في ايه يا ادوارد؟ خلاص يا ساتر. انت ليه مش قادر تصدق؟ ولا انت ما بتحبش حلو بينهم؟ بص طب اقول لك على حاجه اهي. كانوا مديني برشامه كنت بغش منين اهو حتى. طب ده انا قلت لك لقتولك رحمه. بص كاتبين لك ايه ادوار بيقبل اي دور يتعرض عليه، مش مهم الدور ده ايه. بتبرق في الافلام ساعات كتير، بتحس ان ادوارك كلها شبه بعض، لازم تخس شويه. انا شايفاك ناجح في التمثيل اكتر من هو. يعني انت شايفه ان ده كلام محترم يتقال لي؟ اه انا مالي. حتى لو هتعملوا تريقه، لو هتتكلموا كلام محترم ولا لا؟ بس بلاش صباعك ده. خلاص بقى يا ادوارد، حلو منهم من الاخر. الشامه دي هشيلها معايا عشان اوريها للناس. لا انا اسف، انا اسف ان انا بحضر برنامج بالشكل ده، وانا اسف ان انا ولا عايز لا حلو منهم من الاخر ولا عايز حاجه بالطريقه دي. وانتوا بصراحه ناس منو زي حلوه قوي يا بجد. وحشتيني والله العظيم. ايه الجديد في رمضان؟ عندي ايه الجديد في رمضان؟ سيت كوم. خليك عامل كده اوكي. لعبة العيلة بوز زي ما كنت جبتي ريموت على التليفون. طب انا اقول لك حاجة واحدة. بلاش صباعك. لها الحاجة الواحدة. احنا اللي عاملين فيك يا حلهم بينهم. بليها الاول. لا والله ده بجد معلش. اه والله العظيم وانت كنتي فرحانه قوي والله العظيم. صعبتي عليا بس تمام. شربتي المقلب. يعني انت كنت كل ده تمثيل؟ تعالوا. طب اتفضل. كل اللي كنت بتعمله ده تمثيل؟ طب ما بتمثلش كده ليه في السينما؟ لا ادوار بجد انا مبسوط بصراحه ان انا برمج على، وكنت فرحان قوي. شوف انا تلكت ازاي وانت فرحانه ان انت عماله بقى بتعملي مقلب. ده انا فرحت قوي. انا عايز اقول لك على حاجه. ممكن اقول لك على حاجه؟ انا في النص حسيتك بجد اتضايقتي على حته محترم ومش محترم دي، افتكرت بتتكلمي بجد. هو استفزني. ما كنت حاسه بجد هيحصل حاجه مشكله بجد. انا خفت بجد. بقى ان انا زي يلا حلو منه حاجه. انا كنت حاسه الموضوع هيقلب بجد بصراحه. ده ادوار ده من احب الشخصيات لقلبي بجد. بحبها وانا مش عارفه كنت اعمل فيها مقلب ازاي. ربنا الست دي جميله قمر قوي قوي وفوق ما تتخيلي، واتمنى اشتغل معاها طول عمري. يا رب يخليك يا حبيبي. انا بس انت صدقتي وشربتي المقلب فعلا. انا بجد اه. ليه بقى؟ لانه ادوار بصي بصي ما هو ده الطبيعه يعني. عشان كده هو ناجح. ليه؟ لانه ممثل تلقائي يا حبيبي. يعني انا كل الكلام طبعا اللي قلته عليك اهو شايلاها عشان ما تعرفش ان انا عايز اقول لك ان انت الوحيده اللي دخلتي فيا صح. يعني كل اغلبيه الحلقات الناس بتبقى مكسوفه تخش، انت دخلتي صح.